انا اسمي اسلام اسماعيل حسن، في كليه تربيه نوعيه فنيه الفرقه الثانيه. وطبعا اول معرض ليا واشتركت فيه، وبعد بعض اللوحات الجلد. طبعا في اشتغلت في طبعا في بعض التصاميم وبعض التقنيات. يعني التصميم ده اخذ معايا حوالي يومين ونص بالظبط، وبقيت اطبع. يعني جبت تصميمه وطبعته على الجلد وفرغته بالكتر، والتصميم ده اسمه تصميم التقنية اسمها تقنية الشرابة. طبعا الشرابة دي انواع، في نوعين، في الشرابة طبعا بقطعها قطع صغيرة، في شرابة عادية، وفي الشرابة الحرق. ده الحرق بالولاعة وبتلاقيها بتنكمش. وطبعا مش مستخدم الزرد، بجيب زراير والضمها بالخيط. وطبعا في طبعا نوع تاني من الزرد، بجيب الجلد طبعا وارسمه على الجلد دوائر دوائر، واقطعه وافرغه بالقطر، وبعدين احطه على طاسه في نار، بيطلع لي نفس يعني شكل الزرار. وبرضو اللوحة التانية برضو هكذا، برضو بتتكلم عن الفن الشعبي، مستخدم فيها برضو بعض التقنيات، ألوان. دي طبعا بجيب الزرد ده برضو بحطه على النار، وبعد كده ألونه بألوان. ومستخدم برضو فيها تقنية السير، بجيب جلد ألوان وبفضل ألضم ألضم يطلع. أنا محمد خالد حسن، طالب جامعة أسوان الفرقة الثانية، كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية. أنا يعني موهبة الخشب بتاعتي، أو أنا مشارك معرض عموما، يعني أنا شاركت في معارض كتير قبل كده، والحمد لله بتوجيهات دكاترتي يعني إن أنا بشارك في المعارض، وموهبتي تطورت أصلا يعني مع الكلية بتوجيهات دكاترتي. أما أنا بشتغل الخشب أو فن الخشب من قبل الكلية، من قبل ما أدخل، بس تطورت طبعا بتوجيهات دكاترتي. انا مشارك في لوحات في المعرض، المعرض الثاني للكتاب في اسوان، اللي هو من فتره 4 ل 12. مشارك باللوحات بتاعتي اللي هي فن الخشب، فن الاركت، واللي هو بيبقى عباره عن تجميع قطع الخشب او قص قطع الخشب بطريقه معينه بالشكل او النموذج اللي انا حابه، او الشكل والنموذج اللي انا عايزه. بقطعه الخشب لقطع صغيرة وارجع اجمعها تاني مع بعضها بطريقة معينة، مع طبعا استخدام الصنفرة علشان الزوايا والمنحنيات وكده يعني، فبتتظبط. وبعد كده تدخل مرحلة الدهان وتترتب، واللوحة بتاخد مني وقت طبعا، لانها الاول بجيب الخشب وابتدي اقطعه بطريقه معينه، وطبعا القطعه بتبقى صغيره، او زي ما بنقول كده في الشغل بتاعي بعتمد على لعبه البازل، ان انا بقطع الشغل وارقمه وارجع اجمعه من تاني وافنشه واظبطه. يعني برضو مثلا لو اتكلمنا عن لوحه الحصان اللي ورايا دي، تمام، دي لوحه قطع صغيرة اتجمعت جنب بعضها بطريقة معينة. لو ركزنا في الشعر، لو ركزنا في العين، ركزنا في اللجام بتاع الحصان، الجسم بتاع الحصان بطريقة معينة، قطع صغيرة من الخشب اتجمعت جنب بعضها وترتبت بالطريقة علشان تدي إيحاء المنظر الطبيعي لشكل الحصان. لما نيجي نتكلم برضو عن لوحة السمكة اللي هي اللي فوق، استخدمت فيها طريقة المنظور، التقارب والتباعد بين الأشياء. اخترت ان انا اجيب الصياد من ورا بعيد واقرب السمكة اكتر، بتحديد الهدف او طموحي او هدفي انا من اللوحة دي، ان انا ببين ان هدفي بعيد، واللي هو انا اللي هو الصياد، والهدف بتاعي اللي هو السمكة، فانا اخترت ان اجيب الهدف بتاعي من بعيد واقربه ليا. ودي الهدف من لوحة السمكة. وفي لوحة الأسد واللي هي يعني من الكرتون شوية، يعني اخترت فيها مجسمات الكرتون، أو علشان خاطر أكمل اللوحة، أو اللي هي اللوحة عبارة عن أسد توقيعي تحت،
احب ان انا اعلق على لوحتي او كده بان انا اوقع عليها اسمي علشان يفضل الفن بتاعي او يذكر اسمي مع لوحتي. طبعا الطفل الصغير برضو من الرسوم المتحركة او الكرتون اخترت برضو ان انا اجسمه بالخشب واجمعه وعلشان ابرز موهبتي او ابين ان الموهبة مش بس مشاهدة او مش بس كده، لا انا ممكن اطلع شغلي باكتر من طريقة. وبرضو المناظر الطبيعية زي الغزالة تحت، تمام، بحب ان انا اجسم الحاجات اللي محدش بيفكر ان هو يستخدمها. برضو انا من الحاجات اللي انا بعتز بيها هو فن الخشب. طبعا دكاترتي بيوجهوني في كل حاجة في موهبتي، طوروني جدا 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 بصراحة، سواء دكتور طلعت شحاتة او دكتور محمد السيد، دكتورة سالي، دكتورة إيمان وجدي، دكتورة رانيا، كلهم بصراحة بيقفوا معانا ويسندونا جدا جدا وبنستفيد منهم. وده كان شغل. أنا اسمي إسراء مص سليمان، طالبة في كلية التربية النوعية قسم فنية الفرقة الثالثة. أنا موهبتي بدأت من أنا صغيرة. في الأول يعني هي ما كانتش موهبة بمعنى الكلمة، بس طبعا لقيت اهتمام من والدي ووالدتي، حبوا ان هما ينموا الموهبة دي، ساعدوني بطريق غير مباشر زي ان هو يجيبوا لي سكتشات دايما، الوان، يتفرجون على صور، مثلا اروح المدرسة يحاولوا هما يشاركون، خلونا اشترك في انشطة فنية، حاجات زي كده. طبعا لقيت برضو اهتمام مدرسين الرسم لما لقوا ان انا عندي الموهبة وان انا حابة المجال ده جدا، عكس الاطفال طبعا في السن ده اغلبهم لا تفكيرهم في اللعب وكده. لما كبرت طبعا كان طموحي ان انا ادخل كلية فنية كبيرة عشان انمي موهبتي دي اكتر واكتر، والحمد لله ربنا كرمني ودخلت كلية التربية الفنية، والكلية طبعا ساعدتني وخلتني اتطور كتير وادتني خبرة وعرفتني على حاجات ما كنتش اعرفها، خلتني اكتسب مهارات جديدة غير الرسم على الورق، خلتني مثلا اعرف ازاي انحت، ازاي احاول مجرد طينة انها اخليها شكل جميل جدا، ان انا من حتة جلد بسيطة اعمل شكل خرافي سواء تعمل ديكور او هدية كادو. الخشب برضو ازاي اعمل منه كادر ينفع للديكور، حاجات كتير علمتها لي. انا يعني مش اول مرة اشارك في المعرض ده، الصراحة انا شاركت في معرض اسوان تاني الكتاب لو انتهي 12 ان شاء الله يوم 12. هو مش اول معرض، تقريبا خامس او سادس معرض، بس المعرض برضو ضاف لي حاجات كتيرة، عرفني على ناس واتعاملت مع ناس ما شاء الله يعني دماغها مثقفة، اضافت لي كتير. انا هنا شاركت بعملين، اول عمل ليا عمل اسمه اللي هو انا مسمياه الحضارات، ده جزء من مجموعة كاملة، ده فن اسمه فن المندالة، ده اصوله دولة الهند واندونيسيا ودول شرق اسيا عموما، ده بيستخدموه اكتر علماء الطاقة واليوجا لانه بيساعد انك انت تخرج الطاقة السلبية اللي جواك، انك انت تخليك تسترخي، ومش بيعتمد على موهبة، هو بيعتمد اكتر على الاشكال الهندسية، ازاي تعرف تنسقها، ازاي تعرف مثلا تعمل من مجرد خط او نقطة شكل فني يجذب العين، ممكن تستخدمه في ديكور، ممكن تدخله في حاجات كتيرة مثلا زي رسم على شنطة، على تشيرتات، حاجات كتيرة، ليه مجال كتير، وبيدخل كمان في العلاج النفسي، فيعني هو مجال كبير وفن الصراحة عريض جدا. اللوحة التانية دي لوحة بتتكلم أكتر تعبيرية، هي بتتكلم أكتر عن فكرة الدعم، السند مثلا بين الأصحاب، بين الإخوات. هنا حبيت أعتمد على اللون أكتر، وحبيت مثلا أجيب التدريجات مثلا من غامق للفاتح اللي هو برضو بشرح فيها الصراعات اللي بتحصل، ان مثلا مع كل مرحله بنعديها مثلا كانت من سيء لأسوأ او كده، في الاخر انت بتلاقي الدعم من صديق، من جار، من اهل، سواء اب او ام او اخت. فانا اللوحه دي مسميها السند، دول اللي اشتركت بيهم، وان شاء الله دي مش هتكون اخر مره اشترك بيها في معارض، ويعني اتمنى ان انا كل ما بتطور ان انا ابقى احسن واحسن بكتير، واتمنى ده برضو لزمايل المشاركين هنا. انا اسمي شهد احمد، تربيه نوعيه في كليه تربيه نوعيه الفرقه الثانيه، وانا مشاركة النهاردة في معرض الكتاب الثاني الممتد لغاية يوم 12. وانا شاركت قبل كده في لوح يعني تبع الكلية برضو، كان زي مسابقة وكده.
وبرسم من زمان يعني من وانا صغيرة في ابتدائي، كنت بحب الرسم جدا وموهبة كبرت معايا، والحمد لله يعني وصلت مستوى راضية بي يعني الحمد لله. وانا النهاردة شاركت بلوحة في معرض الكتاب، هي لوحة مش معبرة، هي استنساخ من بورتريه صورة، هي لوحة زيتية. أول حاجة لوحة زيتية هي أنا كنت بستخدم فيها الواقعية أكتر، هي مش معبرة يعني مش بتعبر أنا أي حاجة يعني. وطبعاً أنا رسمة المسام بتاع الوش والعسل المكبوب عليها، حاولت على قد ما أقدر أن أنا أخليها واقعية على قد ما أقدر تشبه البني آدمين الحقيقيين، وهي بورتريه من صورة عادية جداً وبس يعني، هي صورة بسيطة يعني. أنا ميار ياسر، كلية تربية نوعية فنية جامعة أسوان. أنا هتكلم عن نفسي، أنا يعني أنا بحب الرسم جداً، بعشق الرسم وبرسم بدري قوي، وكان عندي إيمان إن أنا عندي موهبة وكنت مؤمنة بالموهبة بتاعتي، وطبعاً أهلي كلهم كانوا مؤمنين بده وكانوا بيشجعوني، وكنت برسم من زمان خالص يعني. ولما دخلت الكلية حسيت إن المواد حلوة قوي وسهلة وممتعة في نفس الوقت، وتخليني أفرغ الحاجات طاقتي اللي جوايا، وفي نفس الوقت يعني شاطرة في دراستي برضو لجانب الرسم. الحمد لله أنا التانية على الدفعة، الفرقة التانية. أنا شاركت قبل كده في معرض كان في متحف النوبة برضو تبع الكلية، والنهاردة برضو بشارك في المعرض، معرض أسوان الكتاب. طبعا أنا شاركت باللوحة دي المعرض اللي فات، والمعرض ده شاركت باللوحتين. اللوحتين دول أنا واخداهم على طريقة المدرسة الكلاسيكية مستوحاة منهم. والنهاردة أنا هتكلم عن اللوحة دي، يعني أنا اللوحة دي رسمتها، كل لوحة أنا برسمها بكون حاسة جوايا المشاعر اللي أنا بطلعها فيها يعني زي ما هي كده. دلوقتي الرسمة دي بتوحي طبعاً بالحزن والوحدة، برغم من الأساس اللي هو الباين عليه الرفاهية، الأساس المذهب رفاهية نوعاً ما، بس هي حاسة بالوحدة والحزن اللي جواها، وده باين من ملامح وشها. والكاندل أو الشمعة اللي في إيديها بتوحي بالأمل، أو في بصيص أمل في حياتها، هي بتحاول إن هي تطلع من الوحدة والإحساس الوحش اللي هي حاسة بيه. واللوحة التانية أنا هنا بعبر عن اللي هو الطفل اللي متاخد منه، المسلوب منه الحرية، وهي هنا قاعدة محبوسة في الظلام زي ما حضراتكم شايفين، وبتحسد العصفور على حريته اللي هي مش قادرة إنها تحققها في حياتها.